هل العلاج، هل علاج الألم يساعد على علاج الأمراض النفسية زي القلق والتوتر والاكتئاب؟ طبعا اكيد، يعني علاج الالم المزمن، زي نضرب مثلا مثال زي مريض الانزلاق الغضروفي، بيبقى فيه الم مثلا في الظهر وبيسمع في الرجل او في متركز في الظهر، لما بيستمر مع المريض فتره طويله بيعمل نوع من الاكتئاب، بيدخل المريض جوه دايره بتبقى حياته اليوميه سواء العمل او الشغل او البيت او كذا فيها ديسابيلتي او نوع من الاعاقه. لما بيعمل علاج الالم سواء بالطريقه المناسبه ليه، ده بيساعده كتير جدا ان هو يخرج بره الدايره دي فيرجع لحياته الطبيعيه. طب احنا كده عالجنا يعني مثلا الانزلاق، لكن هل هو يعني حضرتك اتكلمت في الاكتئاب ان هو بيبقى سبب الانزلاق، يعني سبب المرض نفسه؟ الانزلاق هو دخل المريض اوتوماتيك في الاكتئاب، فاحنا لما عالجنا الانزلاق بطريقه ما بدا يخرج من الاكتئاب مع طبعا طرق علاج. تمام.